لسه مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. فقرات الاهلي الليله النهارده فقرات مهمه جدا. اول فقره معانا هتكون من خلال استضافتنا لنجم كبير جدا. هو بصراحه الفتره اللي فاتت مختفي شويه، لكن يبقى قيمه وقامه كبيره جدا في التدريب، وكمان المحاضر والمراقب بالاتحادين الدولي والافريقي ومدرب الاهلي ومنتخب السابق كابتن فتحي نصير، منورنا ومشرفنا. منوره امير ومنوره بيكم بالنادي الاهلي والشاشه، يعني دايما متابعينها على طول، احنا مش بعاد ولا حاجه. لكن يمكن كان السر ايه؟ السر في الاختفاء ده ايه؟ لا يعني استراحه محارب كده شويه لنطالع الاجواء من الخارج، وان شاء الله نرجع باذن الله للقناه باذن الله. ان شاء الله طبعا تنورنا وتشرفنا دايما في قناه النادي الاهلي، بيتك ومكانك يا كابتن فتحي. في العديد من الملفات الحقيقه اللي هنتكلم فيها مع كابتن فتحي نصير، لكن خلينا نبتدي بمباراه الاهلي ومصر المقاصه، المباراه السابقه للفريق. ويعني الناس كانت مبسوطه شويه بالنتيجه والاداء، راي حضرتك الفني لهذه المباراه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نقول المباراه الوحيده اللي بدا النادي الاهلي يظهر ملامح فرقته اللي احنا عارفينها كنادي اهلي كويس، سواء بدات بالتشكيل ثم بالاداء في الملعب وتنفيذ اللاعبين بفكر معين من خلال مدرب بيقول لهم ايه ابدا الضغط، ايه ابدا كده، اقسم المباراه ازاي. فكل الحاجات دي كانت غايبه علينا بقالها فتره طويله، وغايبه برضو انا عايز لا نظلم السابقين، لان ما كانش هناك عندنا في النادي الاهلي فريق ثابت. انا عايز اسالك، انت مسؤول هنا في القناه وذاعت مباريات كتير وحللت مباريات كتير وسالتني هذا السؤال، هل النادي الاهلي فرقته في خلال 10 مباريات كانت ثابته؟ ما حصلش. في خلال 5؟ في خلال 4؟ في خلال 3؟ لاسباب كتير. الاول نسال هذا السؤال اللي احنا عشان بس نوضح للساده المشاهدين ان النادي الاهلي عاوزين نحلله بالاسلوب ده، ان مفيش ثبات للفريق. هنقول الاسباب ايه، لكن مفيش ثبات. طالما مفيش ثبات مفيش استقرار، اذا مفيش اداء، اذا مفيش جماعيه، اذا مفيش اداء، اذا مفيش نتائج. صح، دي تاخدها. طالما انا ما ثبتش فريقي، هنقول ليه ما ثبتناش. لكن احنا بقالنا دلوقتي 10 مباريات على الاقل، لسارت من يوم ما جه الفريق ما تثبتش، بس مش بمزاجه، لا هو مضطر ان هو كل مره بيشوف مين الصالحين يبدا بيهم، مين الجاهزين يبدا بيهم، وكل ما يبدا ويشكل. فالفرقه دي المجموعه اللي بدات في الشوط الاول نشعر ونستشعر ان احنا في شكل للنادي الاهلي بقى، بدا ان في الثبات انه هيستقر على كده، ايا كان الغيابات. رغم الغيابات مش قليله، الغيابات قويه كتير، ولاعيبه متميزين وقادرين ومؤثرين في الملعب، لكن قدر بهذه المجموعة اللي هي يمكن لأول مرة في ناس تلعب وتلبس فنان النادي الأهلي، اندمجوا مع النادي الأهلي وقدموا شوط ولا أروع ولا أجمل. وكان في نتائج إن هو الأهداف اللي احنا شفناها اتسجلت أهداف ملعوبة وليس أهداف الصدفة. تمام. بخلاف الاصابات، هل في اسباب اخرى للفترات اللي فاتت ان كان المستوى متراجع؟ طبعا زي ما حضرتك كنت بتقول، وعدم ثبات التشكيل، ومفيش تشكيل لعب مباراتين ثلاثه ورا بعض نفس الفرقه او نفس التشكيل، هل في اسباب اخرى بخلاف الاصابات يا كابتن فتحي؟ ما هي دي بتجرنا في ايه يا امير؟ طالما بتغير الفرقه، انت كل مباراه في واجبات للعيبه، انت عندك دوري مضغوط بين كل مباراه والثانيه 3 4 ايام، فمفروض أنا حفظت المجموعة النهاردة 7 حاجات. هاجي المباراة اللي بعديها أشوف نفذوا إيه من الـ7، نفذوا مثلا 5، وهزود عليهم كمان 3، يبقى مستوى فرقتي تطلع معايا. اللي هنا ما بيحصلش كده، أنا يعني حفظت دول وأجي ما لاقاهمش، هدور على غيرهم. إذا بالتالي عفوا اتفضل يا كابتن. إذا بالتالي الوضع بتاعنا الطبيعي ان الفرقه ما بتزيدش مع المدرب، وفريق النادي الاهلي ما بيزيدش، والناس مش حاسه السبب ايه. احنا هنقول سبب الاصابات ايه اللي هي السبب الرئيسي في عدم ثبات الفريق، لان ثبات نجاح اي فرقه في العالم انك تثبت الفريق بتاعك، ثبت التشكيل. صح، خدها من اي فرقه. لو مسكنا بطولات كاس العالم عشان برضه ندي فكره، نقول مثلا ألمانيا أو نقول إسبانيا أو نقول الفرق اللي هي الكبيرة دي، لما بتلعب بطولة كأس عالم بتلعب في كل بطولة
سبع مباريات بيلعب منهم، يعني بتلعب انت في سبع مباريات في اللي انت بتلعبه في المجموعه، ثم بتطلع في قبل النهائي والنهائي وكده، تلاقي كملت هذا العدد. كويس. المدرب بيلعب في المجموعه دي كلها كتير خالص 16 لاعب، وبالكتير خالص 8 اساسيين فعلا وثلاثه بيتغيروا. خش على اي مباراه للفرق الكبيره اللي هي ثابته في المستوى ومرتفعه في الاداء، اللي بتوصل للنهائيات، اللي بتوصل للنهائيات، هتلاقي 8 لازم 8، الثمانيه دوت ما بيتغيروش، وتلاقي الثلاثه التانيين بيتغيروا سواء لاصابات او سواء لانذارات او سواء مش لسوء المستوى، لواجب خططي انا عايز اغيره. اذا الناحيه دي تكتيكيه يعني. لكن الشكل لكن بعمره ما بيحصل زي فرق النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت دي كلها، والناس مش عارفه وبتطالب النادي الاهلي. ايوه مش الفنات اللي بتلعب، ما هو لازم في لعيبه جوه الملعب انها تنفذ هذا الكلام. اكيد هنقول بعد كده الاصابات دي اسبابها ايه. احنا لسه هنتكلم في حاجات كتير جدا من ضمنها طبعا ملف الاصابات اللي ابتدى ان شاء الله باذن الله واحده واحده كده اللعيبه كلها ترجع وتكون متاحه للجهاز الفني عشان تدي قوه اكبر، هتكون قوه ضاربه للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. لكن بالتحديد عايز اكمل كلامي يا كابتن فتحي عن مباراه الاهلي ومصر المقاصه وعلى مدار ال 90 دقيقه. احنا طبعا الشوط الاول كان رائع جدا بالنسبه للنادي الاهلي، وكان بقى لنا فتره ما بنشوفش النادي الاهلي بهذا المستوى. الشوط الثاني راي حضرتك فيه ايه، وهل الصفقات كان ليها دور وساهمت بشكل او باخر في اداء النادي الاهلي في المباراه دي؟ برضو بمنظار فني، هو المدرب غير في اسلوب اللعب في اسلوب اللعب الثاني. طبعا لان انا ايه، انا ممكن انا بلعب بطريقه لعب، بلعب مثلا بلعب 4-3-3 4-2-3-1، ممكن العب بطريقه اللي شفناها الشوط الاول 4-2-3-1، وممكن العب بطريقه اللي شفناها الشوط الثاني، هي نفس الطريقه بس الخطه مختلفه. تمام. يبقى الطريقه ثابته 4-2-3-1 في الشوط الاول، ان انا بلعب وبلعب الضاغط الهجوم، وان انا الثلاثه اللي قدام ضاغطين قدام والمهاجم قدام، وبنضغط في اماكن الكوره، مش واحد ضد واحد، كل اللعيبه بتضغط في الاماكن بتاعتها في كل انحاء الملعب مش في حتت معينه. وبالتالي شفنا الشوط الاول وحصل ان هو نجح فيه وتقدم بهدفين. الشوط الثاني بدا يرجع لورا نفس الطريقه هي بس ما بقاش يلعب، عاوز يلعب على الهجمه. اتغيرت، بدا يغير طريقه اللعب اللي لانه مش عايز يجهد لعبته، لان الضغط الكامل 90 دقيقه ده مش سهل، محدش هيقدر يعمله. اذا حفاظ على اللعيبه، لا ممكن في اوقات معينه في مباريات معينه هتحتاج تضغط لو الظروف مساعداتك، لو الظروف فهو دلوقتي خايف، خايف على اللعيبه، فاذا بيلعب الزون، فالجري هيقل شويه والمساحات هتقرب لبعضيهم فيقدروا يغطوا بعض شويه، ويعمل بعد كده يعتمد على الهجمات المرتده. في نفس الوقت هو بيلعب الفرقه اللي قدامه ازاي؟ الفرقه اللي قدامه خسرانه، المطلوب منها تعمل ايه؟ هتهاجم، فالمفروض تطلع تهاجم له، فتفضي له نص ملعبها، فيضطر هو ينجح في انه يلعب بالهجمات المرتده ان يوصل لمرمى الخصم. اذا هو غير في تنفيذ، يعني الطريقه هي بس الخطه اللي اتغيرت. الخطه يعني المهام، تمام، يعني خطتي في الشوط الاول غير خطتي في الشوط الثاني، بس الطريقه لم تتغير. هو غير في الشوط الثاني المهام، وبالتالي اتغيرت الخطه، وبالتالي اتغير بقى شكل الفرقه ان احنا مضغوطين او بنلعب في وسط ملعبنا. هو كده عايز يريح اللعيبه، خلي اللعيب قريبين من بعض لغايه ما نوصل لمرمى الخصم، او ان انا اقدر اعمل الهجمه المرتده فتديني راحه، ما اخليش ان انا اجري، بدل ما اجري من اللاعب من ال 18 لل 18، احنا عندنا طول الملعب 115 متر، لو طلعنا منه من 18 يبقى 80 متر، ما اقدرش اجري 70 متر رايح جاي، دي مجهده. طيب. انا هخليه يجري في ايه؟ في 30 متر. يبقى انا بريح، ده فكر مدرب، اذا دي انا احييه عليها. بصمات مستر مارتن لاسارتي ابتدت تبان على فريق النادي الاهلي؟ بدأت بهذه المباراة، وبدأ بالفكر بتاعه انه يقسم المباراة، ان هو عايز بالمباراة ايه؟ هو عايز يكسب. 2-3-4 المباراة، هو عايز يكسب. مدرب النادي الاهلي فهو كسب، لان الاهلي ما يعرفش غير المكسب. هو كسب وشاف الفرقة اللي قدامه كمان، قيمها وحس بيها، فقدر ازاي يقفل عليهم، وقدر ازاي يريح لعبته، وقدر ازاي يحافظ على لعبته سلام، عشان لان برضه سلامة اللاعب مسؤولية المدرب، سواء أثناء المباراة أو أثناء التدريب أو أثناء الراحة
او اثناء ان هو في بيته. دي سلامه اللاعب واللي تحملها المدرب. لكن بصمات مبشره كابتن فتحي بالنسبه لمستر مارتن لاسارتي، وهل تتوقع الفتره الجايه بالنسبه له ايه مع النادي الاهلي؟ لا اتوقع ان في مجموعه لعيبه اكثر نضجا من اللعيبه اللي كانوا موجودين قبل كده، مش هقول احسن. يعني هقول النضج عندهم، النضج الكروي البرومسنج بقى موجود. فبالتالي قدر العناصر دي تقدر تكمل، لان كان في جاب كبير قوي، كان في دروب كبير بين المجموعه اللي اعتزلت واللي اصيبت والمجموعه اللي هي لسه جايه. اللي جايه لسه عايزه اعداد، مش اعداد بدني ولا اعداد مهاري ولا اعداد خلق. اعداد ازاي ان انا اتعدى بقى في النادي الاهلي؟ يعني فرق كبير قوي بين ان انا بلعب بدون ذكر اسمية انديه، لكن اصبحوا هؤلاء اللاعبين الان زي ما قال كابتن محمد يوسف، طالما لبس تيشيرت النادي الاهلي صح. اصبح لاعب في النادي الاهلي ايا كان هو بقى جاي منين ولا رايح فين، اسمه ايه، سنه ايه، ما لناش دخل بيه. طيب ده اكيد كلام مهم جدا. وخلاص تخطينا مباراه مصر المقاصه، كان كابتن فتحي عندنا مباراه غايه في الاهميه اخرى ان شاء الله بعد بكره امام فريق وادي دجله، الفرق الصعبه او الفرق اللي دايما في مبارياتها مع النادي الاهلي بتبقى قويه. رؤيتك لهذه المباراه ايه، وايه المطلوب من النادي الاهلي ولعيبته في المباراه دي؟ انا اقول لك مش لوادي دجله بس، اي مباراه للنادي الاهلي قويه، لان انا اعرف هي دي احنا دلوقتي في عصر الاحتراف صح، وكل واحد عايز يظهر نفسه. فبيظهر نفسه ازاي؟ من خلال الاعلام، من خلال التلفزيون، من خلال المباراه. اكتر مشاهده مباريات الاهلي، مباريات الزمالك طبعا. اذا هذه المباريات كل اللعيبه بتبرز نفسها من غير المدرب ما يقول له. يعني مدرب نادي دجله ده من غير ما يقول له اجري وروح وتحبس، هو بيعمل كده، هو عنده الحافز اوريدي، مش محتاج حد. لان هي دي ال 90 دقيقه في الشاشه الفضيه او الشاشه الملونه، ال 90 دقيقه انا بعرض نفسي دلوقتي، بخلي سعري فوق او بخلي سعري تحت، خصوصا في الفوضى الماليه اللي احنا فيها دي. انا بسويها فوضى ماليه. فوضى ماليه طبعا، شايف الاسعار كبيره. مش شايف اسعار كبيره، ده يعني اسعار المفروض ما نتكلمش فيها، لان عشان اقول اسعار كبيره او صغيره لابد الحاجه قد حاجه. يعني انا بشتري جنيه ذهب يبقى قيمته جنيه ذهب، لكن انا ما بشتريش حاجه شكله جنيه ذهب او مطل ذهب على انه هو جنيه ذهب. دلوقتي الاسعار دلوقتي زادت، لكن هل القيمه الماليه المطخوخه في الدوري المصري، في الدوري، مش بقول في النادي الاهلي او الزمالك او اي انديه بيراميدز او كده، لا، هل المطخوخه دي تساوي الانتاج الفني اللي احنا بنتفرج عليه؟ لا. فرق كبير قوي. لكن ساعات السوق بيحكم، وطالما مثلا يعني انديه كتير بتدفع فلوس عاليه جدا، فانت بالتالي مضطر ان انت عشان تجيب لعيبه جيده وتجيب اضافات لفريقك ان انت تدفع. هي الظروف حكمت لانها بدات، وطالما بدات خلاص ما فيش حضر توقف. بالظبط، يعني الحنفيات فتحت فنزلت ميه، فالناس عرفوا الميه من هنا، فخلاص كله هيقول لك مش معنى. متوقع ان الاسعار تتراجع بالنسبه للاعبين، ولا خلاص طالما زادت هتفضل كده وممكن تكون قابله للزياده كمان؟ لا هي لا ما تبقاش قابله للزياده في حاله واحده دلوقتي، لان اللاعبين لما الفرق تثبت وتستقر ويبقى الطلب على اللعيبه قليل، يبقى السعر اكيد هينزل تاني. لكن لا يمكن هتمشي هتعلى اكتر من كده، استحاله، لان هم ما يسووش. ولا قدر الله لاعب دلوقتي انت بتجيبه، احنا هنقول دلوقتي يكون عندي لعيب اشتريته ب 30 مليون 40 مليون، وبعد ما اشتريه يقعد لي يومين يصاب ويقعد لي شهرين ما بلعبش. طب خلاص، طب انا عملت بيه ايه؟ الفايده اللي انا استفدت بيه؟ انا جايب واحد يعني درايفر كويس، واحد طيار كويس، وبعدين جاي عيان فمش هيطير بالطياره، هقعد بقى. بس هو كابتن فتحي في فرق ما بين ان هو يجي عيان وما بين ان هو يجي كويس ويتصاب اصابات قدريه. ايوه، اذن ما هو ده اللي انا بقوله. يعني القيمه دي القيمه دي ثابته. ما هو هنقول الاسباب لها ليه، بس برضو الاسباب بتاعه الاصابات اللي هي الموجوده، لان اللعيبه تتحمل جزء من هذه الاصابات. يعني اللعيبه تتحمل جزء طبعا،
ازاي؟ في عاوزين بقى عشان بنخش بدل الاصابات خلينا نروح لملف الاصابات. خلينا نتكلم في ملف الاصابات. يعني كنت عايز تتكلم فيه؟ اه نتكلم في ملف الاصابات. من وجهه نظر حضرتك شايف ايه الاسباب اللي ادت للكم الهائل من الاصابات في صفوف النادي الاهلي مؤخرا وفي الدوري العام بشكل عام؟ بنقول كم احنا خلينا ناخد النادي الاهلي، خلينا نركز على النادي الاهلي على اساس هنا في قناه الاهلي. يمكن انا الناس مش هتقول انت من النادي الاهلي، لا انا ابن النادي الاهلي اللي فضلوا عليا فهو اللي عمل. اكيد خلينا نروح بمنظور علمي شويه. احنا عندنا 24 اصابه من شهر يناير 2018 لشهر يناير 2019. 24 اصابه. طب هنحل الاصابات دي ايه؟ عندي تسع اصابات خاصه بالعضله الضمه. العضله الضمه. الضمه بس. و عندي 8 اصابات العضله الخلفيه. الضمه اللي هي اللي هي بتاخد الفخذ من جوه عشان برضه. العضله الخلفيه 8. تمام. وبعدين عندي في الركبه 4. عندي في العضله الاماميه 3. عندي في الانكل 2 اللي هي زي حسام عاشور. يبقى دي نوعيه الاصابات اللي عندي. اذا في اصابات، لما اقول اصابات الانكل دي اطلعها بره، لان دي ممكن لازم انت هتشترك مع لاعب لازم هتتخبط او انت هتجري رجلك تلف. تمام. دي اللي بيقولوا عليها الملعب مش كويس. يبقى الملعب مش كويس هياثر في ايه؟ في اصابات الانكل. تمام. واعتقد الركبه كمان. ما هو انا لسه وهياثر في الركبه اللي هي عندي فيها 4. لكن مش هياثر في الاصابات العضليه ولا هيأثر في الضمه. الأمامية ولا الضمه. ما يأثرش. إذا الملعب له دور في الإصابتين دول بس. إصابات الأنكل. والأنكل قلنا دي في إصابات قدرية. يعني إيه قدرية؟ يعني إن أنا بحط رجلي رحت أنت حاطط رجلك معايا. بالظبط. خلاص اتعورت أنا مش هقدر، يعني مش بمزاجي. صح. حتى لو أنا فت 100%. أنا نزلت صلاح مثلا قبل كأس العالم. دي إصابة قدرية، شد كتفه. بالظبط. فحصل له هنا ده اسمها إصابة قدرية. نفس الحكاية، أنا جريت ركبتي لفت بواحد ضاربها، إصابة قدرية. لكن إصابات الركبة عموما أساسها والمفتاح بتاعها اسمه عضلات الفخذ. لو عضلات الفخذ معروفة إنها قوية لا يمكن الركبة يحصل لها حاجه. وده المفتاح بتاع الركبه. مفتاح الركبه عضلات الفخذ. قفلت مرنت كويس يبقى انت قافل الباب كويس، لا يمكن حد هيروح هناك، لان اي عضلات الفخذ هي اللي بتاخد كل الصدمات وتاخد كل الضم وتاخد كل الخبط. حتى لو رجلك لفت ولو رجلك كده العضله ماسكه نفسها. لكن لو عضله ضعيفه على طول بتروح تلمس. يعني انا بغمض دي، لو دي ضعيفه هتضرب في دي، لكن لو دي قويه مش هقدر اوصل لهناك. لو دي هنا محطوطه كده وانا عايز اضرب دي وعملت كده ودي قويه ما وصلتش. صح. لكن لو حاجه دي ضعيفه خلاص راح فعضلات الفخذ. اذا بالنسبه لدي طيب نيجي بقى لعضلات الضمه والعضلات الخلفيه. نسبه كبيره. يعني 8 او 9 17 اصابه 17 لاعب. لما يغيب كل لاعب اذا كده كلهم انا حسبتهم 24 لاعب. وانت الخلفية تتحسب معاهم ولا لا؟ نعم؟ العضله الخلفيه تتحسب مع الاماميه كله. صح؟ لا انا حاسس يعني بالضمه اللي هي زي عندي بالاسماء يعني. عندي مثلا عندنا ازارو، عندنا صلاح مصري، عندي صلاح مصري، عندي مروان وعندي ازارو احمد فتحي برضه صبته كان من قدام الاماميه. احمد فتحي الاماميه وبرضه مروان كان برضه حصلت له اماميه بكده فيه. وبعدين جيراردو اماميه 3 بتحصل بالاماميه. طب لو هي دي ايه اللي هي خاصه بالشوط؟ بالشوط ايه مش بيشتغل كويس؟ دي مالهاش دخل بقى بحاجه، دي دخلها في ايه؟ دخلها في الاحمال. الاحمال بالظبط. يبقى الاحمال، يبقى انا عرفت دور الحبل ودور اللاعب وكده. اللاعب عشان يبقى جوه جاهز عندي مثلث، ينام كويس، ياكل كويس، يتمرن كويس. ينام كويس، ياكل كويس، يتمرن كويس. طب لو هو ده كل كويس واتمرن كويس وصهر لا يمكن هيبقى كويس، لا هتحصل له اصابات. ليه هتحصل له اصابات؟ لان الجهاز العصبي ما بيستريحش، والجهاز العصبي هو اللي بيشغل العضلات.
فطالما الجهاز العصبي بيجي المدرب يشتغل ما يعرفش انك سهرت ولا لا، فبيعمل عليك حمل معين، فتلاقي الجهاز العصبي عندك طالما حصل له خلل وهو تعبان فالاشارات تروح غلط. مش ساعات النت عندك بيقطع بتيجي الاشارات صح غلط، صح هي هتحصل لك الاشارات غلط، تحصل اشارات غلط تحصل اصابه سهله جدا. يبقى دي ممكن هو ليه؟ لانه ما نامش كويس. طيب ممكن نام كويس وممكن كال كويس بس ما اتمرنش كويس. ممكن اتمرن، لا واتمرن كويس، كويس. الثلاث حاجات كويسين. طب ايه اللي فيها؟ انا عندي عربيتي، كل واحد بيجي النادي الاهلي دلوقتي ما شاء الله تبص تلاقي بعد ما جاي جايب العربيه بتاعته وبيركنها وفرحان بالعربيه وياخد ما يزعلوش مني، انا بتكلم حقائق. كويس. اما انت في مرور القاهره لو انت جاي من مصر الجديده ولا من التجمع ولا من مدينه نصر ولا جاي من معادي ولا جاي من اكتوبر وجاي من الاهلي مدينه نصر وتقعد لك ساعه ونص في الطريق وساعه ونص في الطريق بتبص اللي قدامك بتبص اللي وراك وبتبص اللي هنا وبتدوس والجهاز العصبي بيشتغل. لان انت وانت بتسوق انت الجهاز العصبي شغال. صح طبعا. طب انت بتسوق وانت رجليك عماله بتشتغل عماله بتشتغل، دي هتجيب لي ايه؟ الضمه. الضمه التسعه اللي عندي بتوع الضمه دولت دور عليهم هنا هتلاقيهم ساكنين بعيد هتلاقيهم كده على... شوف ما فيهاش دي احنا ما بنقولش يعني ما بنضربش الودع. انا في حاجه اسمها علم بس ما حدش تطرق. طب الحل في الجزئيه دي تحديدا ايه يا كابتن فتحي؟ ما هو دلوقتي لو لعيب بيتمرن في النادي الاهلي او اي نادي وساكن بعيد عن النادي او مكان التدريب طب هيعمل ايه؟ ما هو مجبر انه لازم يروح. يبقى على الاقل ساعتين لثلاث ساعات قبل التمرين يكون في الملعب. يجي بدري بحيث يرجع ريكفر تاني، يرجع الاستشفاء تاني، الاستشفاء الطبيعي. لان المدرب مش هيقول له تعالى انت ساكن فين؟ في الزمالك يبقى تمرينك كذا، وانت ساكن في التجمع هيبقى تمرينك كذا، مفيش الكلام ده. لكن انت تيجي بدري على قد ما تقدر. بدري على الاقل على الاقل من ساعتين لثلاثة عشان يجي لك استرخاء. لكن احنا اللعيبه لا جايه جري، هات حارس الشرطي هات هات مش عارف الجزمه ايه هوب وتلاقوا نازلين جاريين. لا ما ينفعش الكلام ده. فاذا خليني اقول لحضرتك ان في الحقيقه يعني من خلال متابعتي وانا كنت دايما بغطي تدريبات النادي الاهلي ومباريات النادي الاهلي، يعني دايما كان بيبقى الجهاز الفني او اي جهاز فني موجود في النادي الاهلي بيدي ميعاد يعني اقل تقدير قبل المران بساعه ساعه ونص يكون موجود. لكن اللعيب زي ما حضرتك بتقول اللي عايز يتفادى الاصابات بسبب طول المسافات ما بين البيت ومكان التدريب او النادي بالتحديد لازم يجي بدري عن كده افضل عشان يبقى فيه ساعه ونص غير كافيه. غير كافيه، غير كافيه لمرور القاهره. كمان احنا جزء من المجتمع ده بشر طبعا، والجهاز العصبي في مخ في اعصاب تشغل عضلات دوس بنزين شيت العربيه وقفت قلت مش هقول لك ان انا اتنرفزت مع اللي جنبي وخفت على العربيه وبقيت مشدود ورجيت ومشيت كل ده مفيش مشكله. لكن انا بقول ان المسافه دي تحت ضغط عصبي عشان الجهاز العصبي يرجع لوضعه الطبيعي تاني اخد لي ساعتين ما يقدرش يقدر اتمرن تاني تمرين، يعني ما يتمرنش الا لما يكون الجهاز العصبي استريح. تمام. عشان ما تحصلش الاصابات سواء الخلفيه او اصابات الضم اللي هي عددها كبير قوي 17 اصابه. تمام. 17 طيب انا عندي سؤال اخير فيما يخص الاصابات، لكن خليني اخد بس خبر عاجل ومهم جدا وهو مباراه مصر واسبانيا كره اليد في كاس العالم انتهت منذ لحظات بتفوق المنتخب الاسباني بنتيجه 36-31. بكده مصر احتلت المركز الثامن على مستوى العالم او من خلال بطوله كاس العالم بعد ما تاهلنا للدور الرئيسي في هذه البطوله، واعتقد ان ده انجاز كبير جدا لمنتخب كره اليد من 2001 واحنا ما خدناش مراكز متقدمه بهذا الشكل، وكمان استعدادا للبطوله اللي هتكون مهمه جدا وهي بطوله كاس العالم ايضا في مصر 2021 بيتم الاستعداد والتجهيز لهذه البطوله بشكل كبير جدا سواء طبعا من الناحيه التنظيميه او كمان من الناحيه الفنيه وتجهيز قائمه كبيره من اللاعبين او لاعبي المنتخب المصري اللي ان شاء الله يقدروا يحاولوا انجاز افضل من كده كمان في 2021 هنا على الاراضي والملاعب المصريه، وبنبارك لهم اكيد على المركز الثامن واكيد ده كان خبر مهم. نرجع كابتن فتحي للاصابات وسؤالي الاخير في هذا الملف، هل فتره الاعداد ممكن يكون ليها دور بشكل او باخر في اصابات للاعبين؟ اكيد. ازاي؟ طالما ان انا جهزت الجهاز العضلي وجهزت الجهاز العصبي تجهيز كامل للي هو هيلاقيه يبقى في الحاله دي مش هتحصل اصابات. لما بنقول لما بقوي عضلات الفخذ عشان احمي الركبه وانا قويت عضلات الفخذ عشان احمي الركبه يبقى مش هتحصل اصابات.
فاذا دي منظومه مدرب الاحمال. الطبيب في ايه بقى يعني؟ الطبيب نسى تلوم الطبيب، بتلومه في ايه؟ يقول لك هو السبب، هو اللي ما خلوش يتعور. لا، هو ممكن الطبيب انا حاسبه في حاله واحده، ان يقول لي اللعيب ده بقى كويس هو مش كويس. يعني اللي بيعمل له التيست الطبيب مش انا. بالظبط. يعني المدرب يقول لي، بيجي يقول لي دلوقتي خلاص هو جاهز. هل جاهز للاشتراك؟ هل جاهز للتمرين؟ هل جاهز لكده؟ اصابه بسيطه زي بتاعه حسام عاشور اللي هي في انكر رجله، دي من ارزل الاصابات اللي تحدث، بتطول معاه كتير ومش هتبطله، يعني ممكن تقعد معاه 3 4 اشهر ويلعب بيها لانها في الانكل. والانكل ده هو الجزء الوحيد اللي في الجسم ما تقدرش توقفه وانت بتلعب. زي ما حصل مع نيمار بالمناسبه، نيمار نجم باريس سان جيرمان يمكن قبل كاس العالم كان اتصاب في الانكل وخف على كاس العالم، وبعد كده كمل البطوله عادي وبيشارك كمان مع بي اس جي في الدوري وبطوله دوري ابطال اوروبا بشكل طبيعي. امبارح او اول امبارح تقريبا برده جاله نفس الاصابه في نفس المكان في الانكل، يعني ده طبعا دليل على كلام حضرتك ان اصابات الانكل دايما بتبقى رخمه وممكن تشفى منها لكن تستمر معاك. هي لا، هي بتطول معاك وتعمل البنداج وبتطول، لان اصل انت الانكل ده انت اللي بتباصي بيه، وانت اللي هتقف بيه، وانت اللي هتشترك بيه، وانت اللي هتنط منه، وانت اللي هتجري بيه. اذا له دور كبير قوي في كل حاجه، والناس تفتكرها حاجه بسيطه. الطبيب ما بيبقاش ليه دور كبير قوي غير ان هو يعني بيشخص الحاله. كابتن فتحي مش بيبقى سبب في الاصابات، يعني الراجل بيعالج مش بيعور حد. لا، هو ما بيعورش، بس هو يعالج ويديني لما يكون بقى اوكي. لكن لسه مش 50-50، او يعني ممكن يبقى كويس او نبقى نكمل. يعني كان قرار جريء الاخير ان سعد سمير ما يلعبش، صح، وصلاح ما يلعبش عشان اطمئن ان هو يبقى 100 100، ولازم يبقى في التمرين وخليه يجري ويشوف، وانا اعمل له انا تيست تاني في الملعب. بعد كده لما بيحصل حاجه بتبقى خلص. بس ما ترجعش نفس الاصابه. يبقى ما ترجعش نفس الإصابة. لان الاصابات متكرره، هي نفس اللاعب بيجيله تاني. يعني احمد فتحي حصلت له في نفس الرجل، اعتقد احمد فتحي اللاعب الوحيد اللي جاله اصابه متكرره في العضله الاماميه، يعني اصابه جات له في العضله الاماميه وبعد كده شفي منها ورجع على مباراه الداخليه اتعور تاني في نفس المكان. وليد ازارو برده عنده الشد، برده جات له مرتين. وليد ازارو اتعرض في مباراه بيراميدز لمزق في العضله الضمه. قبل كده كان عنده عضله ثانيه. ايوه، شوف كلها عضلات. يعني هل انا قصدي مش في نفس مكان الاصابه الكلام ده؟ لا، ما هو ليه بقى؟ ودي لها سبب. ساعات انا بعالج يبقى اركز على الحته الجزء المصاب وانسى الجزء السليم. فالمصاب خلاص خف بقى 100 100، السليم اللي انا متجاهله ده ما خدش جرعته من التدريب الكافي. صح صح، فاصبحت ضعيفه. صح، فتبقى تصاب، لان هي كلها منظومه واحده. كل ده ليه اللعيبه زمان دي ما كانتش تصاب؟ لان كان بيجي لي من النادي الاهلي مثلا، ينزلوا التحرير يجوا بيتعدوا كبرى اسرين على رجليهم بيتمشوا، مش كل العربيات عندهم، اللعيبه عندهم كم هذه العربيات، يمكن اللعيب اللي يلفف معاه عربيه يلف على 3-4 يجيبهم. فاذا ما كانش هذه الاصابات بتحدث لا في النادي الاهلي ولا في غير النادي الاهلي. تمام، خصوصا اصابات العضلات وليست الاصابات القدريه. تمام. طيب خلينا نروح لملف اخر، وبخصوص بطوله الدوري العام ورؤيه حضرتك لهذه البطوله والمنافسه عليها، لكن خلينا الاول نروح نشوف تقرير عن راي جمهور النادي الاهلي في المباراه السابقه لمباراه الاهلي مع مصر المقاصه والاداء والنتيجه، وكمان رايهم في المنافسه على بطوله الدوري. نروح التقرير ونرجع نكمل حوارنا المهم والشيق والممتع مع كابتن فتحي نصير. الاهلي يعني بصمات المدرب بدات تشتغل شويه، بدا النادي الاهلي يعمل جمله في الملعب، بدا اللعيبه تتحرك بدون كوره، بدانا نشوف حسين الشحات بيخش جوه ال 18 ويسجل، رمضان صبح بقى اكتر فعاليه عن الاول، بقى له ماتشين بيلعب بس اداؤه مش قوي قوي، بس الماتش بتاع امبارح بقى احسن بكتير. جونيور اجاي عوده طبعا كويسه جدا جدا جدا، الاداء كان مميز صراحه، واول بقى له فتره كبيره الاداء ما كانش كده وتطور بطريقه جميله.
المدرب عامل شغل كبير. اداء جميل جدا وكان افضل كتير قدام المقاصه. حاسس ان ان شاء الله باذن الله فرصه الاهلي باذن الله الفوز بالدوري باذن الله بقى كويس ان شاء الله. المباراه خرجت بدون اصابات، المشكله الكبيره اللي بتواجه الاهلي من فتره طويله. ابتدى يظهر التجانس ما بين اللاعبين الجداد واللاعيبه اللي موجودين من فتره في النادي الاهلي. عودة أجاي، بداية حسين الشحات الكويسة جدا مع النادي الأهلي، ثبات مستوى رمضان صبحي. أعتقد أن الأهلي الفترة اللي جاية مع عودة اللعيبة زي صالح جمعة زي رامي ربيعة الأهلي بلوه شكل، وأعتقد لسه منافسة لسه قدامها كتير جدا. لسه الأهلي له 6 بونت مع الزمالك، لسه 3 بونت مع بيراميدز. الأهلي تغير 120 درجة عن الأول تمام بكتير، وعودة الروح رجعت تاني، وإن شاء الله الدوري بتاع الأهلي برضه. المنافسة ان شاء الله هتكون كبيرة. انا باكد برضو ان الاهلي ان شاء الله هيبقى مميز وهيقدر يوصل مع الاثنين بيراميدز والزمالك. هو الزمالك برضو كويس وبيراميدز كويس، بس الاهلي التكتيك افضل، التكتيك في الاهلي افضل من هم عندهم لعبة مميزة، بس المدرب الاهلي عامل شغله كبير. الدوري المصري الكل بيعيش الوهم، وبرضو الاهلي في الاخر بياخد الدوري، دي حاجة احنا تعودناها يعني مهما حصل يعني. وبيراميدز فرقه حلوه وجديده وبتاع، بس مش هتكمل يعني مش هتستمر ان هي تنافس مع اهلي والزمالك، هي هتفضل زي ما هي برضو اهلي وزمالك. هو طبعا الجدول السنه دي غير كل سنه، لان لو حضرتك بصيت من الاخير لحد الاول هتلاقي فرقها مش كبير يعني، دايما حتى من بعد ما تلاقي 16 و18 و19، فاللي بيكسب ماتش بينط 6 مراكز. فالجدول طبعا الماتش الموسم ده ما قدرش طبعا نقيم نقول ان هو انتهى، لا ما انتهاش، لسه بدري وما نعرفش مين اللي يقدر يحسم لقب الدوري يعني. انا شايف ان الدوري لسه بدري عليه يعني، انا شايف ان النادي الاهلي ان شاء الله بالماتشات المتاجله له ياخدها باذن الله ويكسبها. مع طبعا ده بيسبب ضغط، كل ما الاهلي ما بيكسب ماتش كل ده ما هيسبب ضغط على بيراميدز وهيسبب ضغط على الزمالك، فعايز ان الزمالك طول ما انت ما بتضغط وراه بيقع منه نقط. طول عمر النادي الاهلي بيلعب لاخر ماتش في الدوري، لاخر نقطه في الدوري واخر دقيقه في الدوري. انا شايف ان شاء الله الدوري لسه بدري عليه، لان لسه المنافسه يعني. انا شايف ان مستوى الزمالك مستوى بيراميدز هم منافسين للنادي الاهلي، لحد دلوقتي ما قابلوش فرق تقيله قوي اللي هي تقدر تبين مستواهم. يعني التفاؤل واضح بشكل كبير بصراحة على جمهور النادي الأهلي، وإن لسه المنافسة على بطولة الدوري موجودة، وفعلا المنافسة موجودة أكيد. هم بيتمنوا بشكل كبير جدا النادي الأهلي يعود للصدارة بشكل معتاد وطبيعي تعود عليه جمهور النادي الأهلي على مدار السنوات الكثيرة الماضية. كابتن فتحي نصير، رأيك في بطولة الدوري السنة دي، وهل لسه المنافسة قائمة على هذه البطولة ولا خلاص في فريق أقرب عن الآخر؟ طبعا ظروف الدوري غريبة وعجيبة ولم تحدث في العالم. طبعا هي مش بسبب فرد معين هو المسؤول، لكن المنظومه ان احنا جوه اتحاد، والاتحاد جوه اتحاد قاري، والاتحاد القاري جوه اتحاد دولي. فالتركيبات والتغييرات في المسابقات صبت في هذه السنه، فأصبح الدوري دلوقتي في مباريات بس الناس تايهه. ازاي تايهه؟ انت مش عارف الماتش ده امتى، الاولاني ولا الثاني ولا الثالث، وفي الاسبوع كام؟ انت في الاسبوع كذا مباراه، انت عارف ان الاهلي فاضل له كام ماتش، اسابيع مختلفه وخلاص، والفرقه دي هتلعب دي. طب الاسبوع الجاي هتعمل ايه؟ بتلاقي فرقه ثانيه وبتلاقي افكار ثانيه، والدوري مضغوط وداخله ماتشاتها ببعضها. وانا لا الوم الاتحاد ولا الوم مسؤولين عن حاج عامر، ما اقدرش الومه في حاجه زي كده، ظروفهم وظروف البلد هي دي اللي عامله. صح، ودي ربكه كمان المدربين هتقول لي مأثره على المستوى الفني للفرق. ازاي؟ انا بجيب مدرب زي سراد بدفع له كام؟ مدرب زي الزمالك بيدفع له كام؟ وبعدين يجي ماتش يوم الخميس او يوم الجمعه
الماتش اللي بعد يوم الاثنين او يوم الخميس ويوم جاي. يعني في ثلاث ايام. طب المدرب شاف اخطاء وثبت فرقته كويس. انا بتكلم بقى مش على نادي معين, احنا بنتكلم على كل, وثبت فرقته مش النادي الاهلي بقى. وثبت فرقته وعنده الاخطاء وعايز يصلح الاخطاء دي عشان اللعيبه ما تحصلش منها الاخطاء الماتش الجاي. وعايز يعد فرقته للمباراه اللي جايه. طب هو عنده ثلاث ايام. يبقى لعب النهارده هيعمل استرخاء بكره واستشفاء عشان يريح, وبعدين هيبقى عنده تمرين, وبعدين اليوم اللي بعديه هيبقى صابع عنده مباراه, مش هيعد اللعيبه. اذا مش هستفيد بالمدرب, اذا احنا ما اتمررش يعني الدوري داخل في بعضه, هو ده اللي خافض المستوى. يا حضرتك شايف الناحيه الفنيه الدوري مش بمستوى اللي يليق بالدوري. لا 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 لا. مش بسبب السبب انا قلته. السبب ان مفيش وقت للمدرب يصلح اخطاء فرقته. ولا للمدرب يرجع استعاده الشفاء. طب احنا بنقول التدوير بالظبط, ده اللي كنت عايز اسال حضرتك فيه. ممكن القايمه دلوقتي بقت 30 لعيب, ده يدي فرصه اكبر للمدربين ان هم يعملوا روتيشن. بتعمل روتيشن, عملت روتيشن عشان اللعيب ما يتعبش. لكن انت مش هتعمل روتيشن عشان طريقه, يعني هقول حاجه, ضربات الثابته بس. لازم عايزه تمرين كتير وعايزه وقفات كتير. والضربات الثابته اصبحت في كره القدم في العالم هي مفتاح المكسب. بدايه من كاس العالم البرازيل ظهرت, وهنقول بارقام لغايه احنا دلوقتي. معظم الفرق دلوقتي اهدافها من ضربات ثابته, ما عدا الدوري المصري اعتقد. لا برضو هنقول ليه الضربات الثابته بين الضربات الركنيه ضربات ثابته, والاوتات ضربات ثابته, والفاولات ضربات ثابته, بالشرط ضربات الجزاء ضربات ثابته, بالشرط الفاولات اللي هي بره ال 18. بنقول لان طرق اللعب اتغيرت. فطرق اللعب كله فيه تكدس قدام المرمى, فبقت فيه زحمه. فالزحمه دي بقى في زحمه كتير. تمام. فالزحمه دي حلها ايه؟ ان انت تعمل ان انت تشوف من بره ال 18 مثلا. يعني اذا انت ضربات ثابته بتشوط من ضربات ثابته, وما عندناش اللعيبه لو تشوط كمان من بره ال 18. ودي بتخلق لي حاجه تانية. الزحمه الكتيره دي بتخلق ان انا يجي لي ضربات جزاء كتير في الاشتراكات. فعلا الزحمه دي بتلجا ان انا ضربات ثابته وضربات الراس. يعني نسبه ضربات الراس زادت السنه دي حتى في الدوري المصري, زادت عن السنين السابقه. السبب ايه؟ ان انا لما اكون في وسط خمسه سته وعايز ابرر اللعيبه ثرو, ما هتتقطع في وسط دول. صح. لكن ازاي انا اقدر احطها له عاليه؟ فعاليه هتعدي ده وتعدي ده وتعدي ده وهتروح لده. يبقى اذا ان انا اوصلها لك بطريقه ما تتقطعش. لكن لو انا عملت لك الثرو عشان في رجليك, ده هيقطعها ولا ما قطعهاش, ده هيقطعها اللي قبليه واللي بعديه اللي هيقطعها, فبضطر العب الكره عاليه, فاضطر تلعب انت بدماغك, فاقدر ان انا اجيب اجوان بدماغي. فلابد المدربين يركزوا على ضربات الراس ويركزوا على الضربات الثابته. هل ده بيحدث عندنا؟ لا للاسف ما بيحدثش. ليه؟ لان ما فيش وقت. ولو في وقت مش هيحدث. ليه؟ لان اللعيبه مش ثابته, لان اللعيبه بنعمل لها روتيشن. وبتعمل لها روتيشن ليه؟ لان الدوري مضغوط. العمليه شوف داخله بالظبط, مش عاوزين ناخد العمليه فهلوه. صح. يعني خلينا انا خلاص مدرب, انت ما بتعمليش وتقول لي وحلت لي الروتيشن للتعب, لكن ما حلتش الروتيشن للنواحي الخططيه ولا للضربات. انا بمرن فرقتي ان واحد بيرفع من ناحيه اليمين والتاني بيخش بيلعبها بدماغه جول, او من ناحيه الشمال والتاني بيخش بيلعبها بدماغه, او من ناحيه اليمين وبيشوط. هل الحاجات الضربات الثابته دي بتحصل؟ ما بتحصلش. هل العاب المتحققه بلعبها لفلان عشان يجيبها والتاني يجيبها جول, همرر اللعيبه حاجه تاني ماتش مش هلاقيهم, مش معايا نفس اللعيبه, لا اما مصاب لا اما اعمل له روتيشن. طب ما مش هلاقيهم. اذا في الحاله هي بتبقى عوامل كلها مكمله لبعض. اذا في الحاله دي انا بقول المستوى لا يعبر عن مستوى اللعيب الحقيقه ولا على مستوى المدربين. المدربين قد يقوز عندهم الاكثر. تمام. المدربين مصدومين لان المدرب دلوقتي عايز يحفظ وما عندوش الوقت انه يحفظ, وعايز يعالج الاخطاء وما عندوش الوقت يعالج الاخطاء. صح. ده هو بيخلص الماتش النهارده ويسافر, يعني جاي انت رحت برج العرب رجعت بالليل, المشوار ده هلاك لوحده طبعا, حتى لو انت مش اللي سايق وتعب. رجعت تاني يوم مش ممكن المدرب هديك ايه؟ حاجات تدريب على طول بقى, عندك تمرين يوم وبعدين التاني هلاعب مين بقى؟ هتعمل روتيشن؟
يعني اللي حفظته الماتش اللي فات مش هيلعب الماتش ده واللي هيلعب بصراحة. فإذا العملية كلها متداخلة بعضها. فأنا بتقول الموسم هذا الموسم استثنائي في كل شيء وفي دروس لكل حاجة. وزي ما قلنا الضربات الثابتة لو هنقول بما اننا يا كابتن فتحي نتكلم من ناحيه علميه بحته يعني طبعا يعني حضرتك بتزودنا بالمعلومات العظيمه في الحقيقه، لكن لو نلاحظ في الدوري المصري بالتحديد او في الكره العالميه بشكل عام بشكل كبير جدا الاهداف كلها بتيجي من جوه ال 18. سبب ده ايه؟ ما بقاش فيه اهداف كتير من بره ال 18 زي زمان. سبب دي وهقول هديك الرقم وبعدين هنقول يعني عشان نكون احنا عارفينها. احنا في اخر كاس عالم، اخر كاس عالم اللي كان في البرازيل لا في اخر كاس عالم سوري في روسيا، في روسيا تسجل 169 هدف، تسجل 169 هدف، بال 169 هدف تسجل منه بالضربات الثابته اللي انا بقول عليها بالضربه الركنيه تسجل 20 بالضربات الحره المباشره تسجل 19 تمام بالضربات الجزاء 22 بالرميات التماس واحدة. من اللعب المفتوح 107. ده يعني 169. داخل المنطقة داخل المنطقة 147 هدف. 147 هدف داخل المنطقة. بال 169. وخارج المنطقة 24 هدف. يعني 13% بس. الكلمة اللي حضرتك بتقولها عدد قليل. ده بالرقم بقى مش بهزار يعني انت قلت لي فديت معلومه صح. طيب تقول لي 147 ليه وليه 22؟ ال 147 او الضربات الثابته بتمثل 37% او بتمثل 62 جول. الضربات الثابته يعني ايه؟ يعني ضربه ركنيه واتلعبت بالراس فدخل الجول، او فاول ودخل الجول، او رمي التماس ودخل الجول، او ضرب الجزاء لان في 22 ضرب الجزاء من ضمن العدد ده. دول خلاص ضربات ثابته. واللعب الثاني اللي احنا قلناه. لكن الكميه الكبيره اما الاقي 147 هدف من جوه المنطقه لان اصبح في تكتل كامل. واصبح في قله من مهارات اللعيبه اللي بتسدد من خارج المنطقه. فاداتهم قليل قوي في العالم. يعني زمان هنا في مصر كنت في كل فرقه تلاقي 3 4 سواء من ضربات ثابته او حتى من كره لا لا عادي متحركه كره متحركه لا الثابته ثابته ما احنا الثابته حسبناها 20 اصل الثابته برضو بتعتمد على مهارات اللاعب يا كابتن فتحي يعني في لاعبين بيحاول ان هم من خلال التدريبات او بعد التدريب ما يخلص يطور من نفسه يعني زي وليد سليمان بيعملها زي مثلا علي معلول علي معلول زي المجموعه دي بنعمل الكلام ده بس انا بقول سيب الضربات الثابته انا عاوز اللعب التسديد متحرك. من خارج المنطقه المتحرك لان النسبه 147 من جوه ليه؟ لان احنا ما عندناش لعيبه بتشوط. مصر ما فيهاش لعيبه بتشوط، ما حدش يقول لا فيه النسبه هي اللي بتقول ده العالم اللي بيقول مش انا. ولو عملت ده الكلام ده على الدوري المصري هيطلع كده. هل ده بيترتب على اختلاف اساليب اللعب عن الماضي؟ لا ايوه لان اساليب اللعب دلوقتي فيهم اولا قله مهارات اللعيبه اللي بتسدد، المساحات ما بقتش مفتوحه عشان تدي فرصه لواحد يشوط من بعيد. التكتل الكتير امام المنطقه داخل المنطقه فبيجبرك ان انت تخش بالكره جوه المنطقه فتلاقي كل جوالك من جوه المنطقه. الزحمه كمان بتعمل اخطاء، ما هي برضه سلبيه وايجابيه، بتعمل اخطاء للمدافع. يعني المدافع ممكن يجيب في نفس المدافع ما يشوفش المدافع يخطا، المدافع يزود ضربات الجزاء لان بيحصل تكتلات كتير. تمام. فالظاهره دي ظاهره موجوده ان نسبه الاهداف دلوقتي معظمها لا اما بضربه راس او بضربات ثابته، الكره ثابته ثابته والثابته مش لازم لعبه واحده، يعني الضربه الركنيه مش لعبه واحده تلعبها واحد يجيبها جول، او فاول والتاني يخش يلعبها جول ضربه حره مباشره بس او غير مباشره، او التسديد من خارج المنطقه. لكن اللاعب اللي بيشوط من خارج المنطقه في اللعب المفتوح اصبح غير موجود في مصر وغير مصر. تمام. ده في كاس العالم في ال 169 في عدد الفرق ال 32 فريق بتوع كاس العالم. تمام. مفيش لعيبه لاعبين 64 مباراه مفيش لعيب في اللعيبه دول جابوا لنا اكتر من 12% من الاجوال بتاعتهم من خارج المنطقه تسديد. اذا دي اصبحت في العالم مش عندي بس. طيب
يعني اتكلمنا بنظرة تحليلية مهمة جدا عن بعض الإحصائيات اللي في البطولات بشكل عام، بتحديد بطولة كاس العالم، الدوري المصري كمان، لكن عايز أتكلم عن الدوري المصري بكل ظروفه يا كابتن فتحي. هل المنافسة لسه قائمة؟ هل النادي الأهلي قادر أن هو يستعيد صدارة هذه البطولة، ولا الأمور ممكن تكون صعبة شوية بسبب برضو كل ظروف اللي حضرتك قلت عليها؟ لا، مفيش صعب، مفيش حاجة في الكورة اسمها صعب، مفيش حاجة اسمها مستحيل، لا أمام الأهلي ولا أمام أي نادي. كويس. حق مشروع لكل فريق يكافح ويناضل لغايه اخر صفاره من طالما فيه نقط في الملعب ليك وليا، اللي هيجمع اكتر هو اللي هيوصل للنهايه. فما احنا بنقرا يعني لا نعلم الغيب دلوقتي. هل احنا كنا متخيلين ان مستوى النادي الاهلي في يوم بيلعب المخصص بهذا المستوى بهذا الاداء؟ اكتر واحد كان متخيل او كان حاسس نازل قاعد كده شايف الفرقة هتلعب بالأداء ده شكله إيه؟ لا. لا لا، ما كانش حد يتخيل هذا الكلام. صح. مع أخطاء حكام، مع وأخطاء ما أقول تقديرية، لأن طالما ده هدخل حكم مش هدخلها لأن هتحصل وهتفضل تحصل طبيعي، أخطاء الحكام طبيعية جدا، واردة جدا من الحكام. هو بصراحة في أخطاء بيبقى مبالغ فيها أو حاجات غريبة، لكن وارد يعني، في الآخر بيبقى وارد إن الحكم يخطئ. يعني أنا بقول لك إحنا يعني الأخطاء الحكام دي مش حاجه غريبه، مش رديه دلوقتي يعني وكده، مش حكم انها تحسب ضربه جزاء. كنا بنلعب النادي الاهلي في بطوله 78 وبنلعب اتحاد اسكندريه في اتحاد اسكندريه، والاهلي بيلعب مع الاتحاد، و اتلعبت اوفر على النادي الاهلي، كان اكرام الجول وطلع الجلاد بايده تمام فوق، عارف اللي بيلعب سماتش هاند بول زي اللي بيلعبوا في الفولي، طلع راح حاططها كده ودخل الجول. الله يرحمه كابتن محمود ابو سعاد كان حكم تمام، وكان مساعد حسين فهمي، فبص لحسين فهمي لا حسين فهمي رايح على خط النص، هو بيبص له والتاني بينط عشان يشك فيها اوفسايد ولا في حاجه، لكن هو شاف الكره راحت كده، ما تخيلش ان الكره اتلعبت بالايد فتحسب. بين الشوطين قالوا له ده الكره دي كده وبتاع، هو قاعد يلوم نفسه وبقول يا رب الاهلي يجيب جول. في النهايه فعلا جبنا جول و2-1. اذا ده خطا، مش ان واحد طلع كوره ولا واحد مسك واحد ولا واحد ده ضربه جزاء، ده حط الكوره بايده تمام وما اتحسبتش. لا اتحسبت وكده، فالاخطاء دي موجوده. احنا ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي قادر بالدفعه القويه اللي خدتها في الماتش اللي فات، بس المهم نستمر ان شاء الله، روح الانتصار وروح الفوز تبقى مع اللعيبه. وانا شفتكم في المقدمه في الاندرو وانتم بتقولوا على البدلاء وكيف تعاملهم مع الاساسيين، حبهم اكتر. هو ده قمه، ده مفتاح النجاح، ان كل اللعيبه بتحب بعض. لو وصلنا كده سهل ان احنا نوصل ان شاء الله. يا رب ان شاء الله، اكيد شيء مهم وكلام مهم جدا. لكن في سياق كلام حضرتك اتكلمت عن الحكام، اكيد الحكام عنصر اساسي من عناصر اللعبه، أكيد. عنصر مهم ومؤثر. اكيد حضرتك تابعت مباراه الزمالك وبيراميدز، كان حكم ايطالي معروف جدا وشهير في اوروبا بشكل عام، وحكم في الحقيقه جيد جدا، يعني اخطاه يعني ممكن خطا واحد طول المباراه. لكن في فرق لما بنتفرج على المباريات اللي بيديرها حكام اجانب، مع كل الاحترام والتقدير للحكام المصريين والمسؤولين عن التحكيم في مصر، بيبقى في فرق في المتعه الخاصه بالمباراه والاثاره الخاصه بالمباراه. اعتقد ده يا كابتن فتحي بيرجع لعدم احتساب فاولات، او فاولات كتير ما تستحقش، او مش كل شويه صفاره. وده اللي انا لاحظته بصراحه في مباراه الزمالك وبيراميدز، في احتكاكات عاديه جدا بتشوفها في الدوري الايطالي والدوري الانجليزي والدوريات الاوروبيه بشكل عام، وده اللي طبق خلال مباراه الزمالك وبيراميدز. بالتالي كانت المباراه ممتعه، ممكن خبطه هنا في الدوري المصري او حكم مصري يحسبها، خبطه ثانيه حكم اجنبي ما يحسبهاش وتبقى قانونيه على فكره، وده اللي بيؤدي لاثاره في المباريات. هل ده يرجع للتحكيم وعدم وعيه مش عايز اقول القوانين، لان هم اكيد ملومين بالقوانين بشكل كبير جدا، لكن عدم وعيه بالاحتكاكات اللي ممكن تتحسب ممكن لا هي دي داخله في التقدير. طالما لعبه دخلت في التقدير تمام، واحنا بني ادمين، فانت ليك تقدير وانا ليا تقدير. كويس. انت شايفها رمادي وانا شايفها رمادي غامق شويه، انت شايفها مش ابيض واسود تمام، لكن هي شايفه واخده يعني، هي غامقه لا غامقه شويه، النهارده برد لا امبارح ابرد شويه، مفيش درجه ما تقوليش. كويس. طالما داخله في التقدير فهيحصل الفروقات ما بين القارات، وبرده في امريكا اللاتينيه بقى
اصعب واصعب من اللي في اوروبا. يعني لو جبنا حكم من امريكا اللاتينيه هتلاقي الناس بتضرب واحد فعلا. بيجري وبيركب فيه اكتر من كده. شوف مباراه بوكا جونيورز ده في امريكا اللاتينيه. يبقى اذا كل منطقه لها اسلوبها في تنفيذ القانون. القانون احنا بنقول عليه 17 بند. تمام. مين الحكم الكويس اللي يقدر عليه المتميز قوي اللي هو بيطبق الماده 18؟ ايه هي الماده 18 دي؟ مش مكتوبه. هي كيفيه تطبيق ال 17 ماده. انا بطبقها ازاي وانت بتطبقها ازاي. كلنا حافظين القانون كويس، لكن طبعا. الماده 18 دي هي اللي بتقول مين الحكم الكويس ومين الحكم الوحش. اللي هي خاصة بالتقدير وتنفيذه لل 17 مادة بتوع القانون. طيب أهم إيجابيات وسلبيات الدوري من وجهة نظرك حتى الآن؟ السلبيات طبعا لا يسأل عنها أحد، لكن موجودة إن إحنا ما إحناش عارفين الأسبوع الأول من الثاني والثالث من الرابع وده بيلعب ده. يعني المفروض أنا مثلا هلاعب نادي معين هعرف الاسبوع اللي بعديه هو بيلاعب مين عشان بعد كده هو هيلعبني. يبقى في تسلسل في المباريات، يبقى انا عارف ان ده هيلعبك ثم هيلعبني انا ثم هيلعب مين بعديه. ابقى انا عارف الحاجات دي عشان دي دراسات المدرب يقدر يوضع خطه التدريب بتاعته برنامج التدريب بتاعه. هو ما بيعرفش وبيجي طالع له فرقه كبيره بعدين طالع فرقه صغيره بعدين طالع فرقه دور الماتش اللي مش عارف قبل ايه والماتش التاني ايه، وتلاقي الماتشات بقت قريبه، فرقتين قريبين مع بعض لعبهم قريب ولسه ما لعبش الفرقه التانيه. كل ده من ضمن السلبيات. الايجابيات انه البنك انه استكمل. انه استكمل دي هي الايجابيه الوحيده. نتمنى بصراحه انه يستكمل وربنا سهل ان شاء الله يستكمل. هي دي الايجابيه. السلبيه دي، السلبيه كمان الصراع والوصول بالارقام اللي اضطرت فيها مجالس ادارات الانديه للوصول لها التعاقدات لاسباب كلها معلومه، ان ازاي بدات الشراره في زياده اسعار اللاعبين. صح. طيب خلينا نروح نشوف تقرير عن ابرز الازمات في بطوله الدوري من وجهه نظر الجمهور ونرجع مره ثانيه. طبعا مستوى الحكام طبعا متدني، وبعدين اللعيبه والجمهور والاعلام ما بيساعدوش على انه يقف على رجله، يعني دايما هجوم ودايما ضغط عليه، ده طبعا بيخليه ما بيقدرش يبدع ولا يطلع كل اللي عنده. ده غير ان ما عندكش لجنه انضباط قويه تمام واقفه على رجلها تقدر تساند التحكيم وتقدر تحافظ على هيبته في الملعب. الجمهور ده طبعا حاجه ما فيش فيها كلام، باذن الله نرجع تاني الجمهور تاني يرجع تاني واللعيبه بقى حاسس يعني ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه هتبقى افضل. يعني بالنسبه لي الجمهور، انا بالنسبه لي عايز الجمهور يخش عشان الروح، ده الازمه الكبيره اللي موجوده. والملاعب بقى تتحل بقى عشان احنا داخلين امم افريقيا. هو اكيد طبعا الجماهير دي يعني هو اللعيب رقم 12 في الفرقه تمام. يعني الجماهير دي لها عامل اساسي في اي ماتش، ما ينفعش ان انا العب ماتش من غير جماهير. بالنسبه للحكام برضو الحكام يبقى ليها لازم، يعني الحكام لازم ليها تاثير على الماتش. مستوى الحكام لازم يعني ندرس مستوى الحكام شويه. مجموعه ازمات كتير، اولا عدم انتظام مسابقه الدوري مع عدم مع التحكيم في كل ماتش دلوقتي، حتى باستثناء ماتش منتوش الاهلي برضك لقيت فيه تحكيم فرق مثلا ضربات جزاء فاولات بتاثر على نتيجه المباراه، مع برضك الملاعب عندنا ملاعب سيئه جدا. اول حاجه الجمهور ده بيأثر جامد جدا على اي فرقه ليها جمهور ولها شعبيه، بتاثر على النادي الاهلي بالذات النادي الاهلي، لان انت عارف ان جمهور النادي الاهلي جمهور كبير وهو بجد بجد الرقم واحد للنادي الاهلي. ده اكتر حاجه فعليه للنادي الاهلي. شايف الملاعب، وانا شايف ان الملاعب السنه دي بكتر ضغط الماتشات عليها بدا بقى في كسور في الملاعب في النادي الاهلي في ملاعب مصر عامه. لازم عوده الجمهور، لازم الفرق كلها تاخد حقها في ان يبقى في تكافؤ في عدد المباريات.
وجهة نظر محترمة من قبل الجماهير من خلال وجهة نظرهم في الأزمات أو السلبيات اللي بيمر بيها الدوري المصري الممتاز أو الكرة المصرية بشكل عام. كابتن فتحي، عايز أختم مع حضرتك بمسيرة النادي الأهلي في أفريقيا، وهل تتوقع بعد الإخفاق في مرتين وراء بعض بالفوز بهذه البطولة بالتحديد بعد ما وصلت للنهائي، النادي الأهلي إن شاء الله السنة دي قادر على الفوز بهذا اللقب، وخصوصا أنه هو منحصر في فترة زمنية صغيرة جدا؟ ندعو الله إن شاء الله أن نمرة واحد الإصابات. الإصابات عشان لما الإصابات هتتوقف الأداء هيرتفع. مش هيرتفع عشان اللعيب، هيرتفع عشان المدرب هيشتغل مع اللعيبة ويقول الكلام اللي قلناه بقى، يعالج أخطائه في كل مباراة ويصلح الأخطاء اللي جاية ويحضر المباراة اللي جاية. النادي الأهلي قادر إن شاء الله بعد خلال 3-4 أسابيع القادمين هو يقف ويستنشق الهواء كده ويقف على رجلي صح إن شاء الله هنقدر نكمل، لأن أنا شايف فرق أفريقيا مهريا أقل مننا، أقل مهريا من لعبت النادي الاهلي المجموعه دلوقتي. لكن هم يمكن عندهم العنف والعنف الكتير والزايد ده، احنا بالاسلوب المهاري بنعرف نتعامل معاه، نقدر نتغلب عليه كويس. واسلوب المدرب ان هو عنده طريقه لعبه بيغير في الخطه اثناء المباراه من طريقه لطريقه وما عملهاش قبل كده حد، دي بيبين لنا ان الواحد مدرك وعارف ازاي يتعامل مع الفرق اللي قدام. فان شاء الله باذن الله، يعني احنا كنا السنه اللي فاتت وكنا يمكن في اسوأ حالاتنا، يعني لعيبه ما كناش لاقيين لعيبه بمعنى اصح، انك بتكمل ده وتحط ده وتعمل كل الامور كانت ضدك، وصلت للنهائي وبهدف، مش بهدفين، يعني الهدف اللي دخل هنا فعلا. الهدف اللي دخل هنا خلاص خلصت، كنا 3-3، حتى لو دخل فينا 3 اجوال كان ممكن احنا لسه هنبقى مع فرص. بعض فالحمد لله ربنا سهل ان شاء الله باذن الله، بس خلينا نركز في المباراه القادمه بامر الله ان شاء الله. كابتن فتحي نورتنا وشرفتنا، وانا كنت سعيد جدا بالحوار مع حضرتك النهارده. انا اللي اسعد، وبالتوفيق كده ان شاء الله، وارجو نتواصل وان شاء الله باذن الله يكون كل الخير، والساده المشاهدين يكونوا يعني في نفس السعاده. ونقول للشرطه برضو كل سنه وانتم طيبين، أكيد ان احنا في عيد الشرطه اكيد بنأيد وبنقف مع الشرطه، يعني الجيش والشعب والشرطه أكيد في صف واحد، والرياضيين كمان، واحنا بقناه الاهلي نتمنى لهم التوفيق باذن الله. اكيد ان شاء الله. شكرا كابتن فتحي، نورتنا وشرفتنا. ده كان لقاء وفقره حواريه اولى من حلقه الاهلي الليله النهارده مع الكابتن الكبير كابتن فتحي نصير، المحاضر والمراقب للاتحادين الدولي والافريقي، ومدرب الاهلي ومنتخب مصر السابق. واعتقد ان هي كانت فقره مهمه جدا، وكانت من خلال نظره تحليليه هامه جدا من خلال كابتن فتحي نصير. لسه فقراتنا في حلقة الأهلي الليلة النهاردة ما خلصتش، بعد الفاصل إن شاء الله هيكون من خلال زميلي العزيز عمر ربيع ياسين، هستضيف ضيف مهم جدا هو أستاذ رضوان الزيات طبعا الناقد الرياضي الكبير، وهيتم الحديث في العديد والعديد من الأمور الهامة جدا بعد الفاصل. وكمان في فقرة أخرى ما تنسوهاش واستنوها، هتكون مع نهاية حلقة الأهلي الليلة النهاردة، وهي خاصة بالكرة العالمية مع زميلي العزيز عمر ربيع ياسين بعد الفاصل.